والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، وأوصانا عند ذلك أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزم ما كان عليه هو وأصحابه عند حصول الاختلاف والافتراق، لأنه لا بد أن يقع وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فطريق النجاة هو التزام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة هي الناجية من النار، سائر الفرق كلها في النار. ولذلك تسمى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذه هي الفرقة المتميزة عن غيرها باتباع الكتاب والسنة، وما عداها فهي فرق ضالة وإن كانت تنتسب إلى هذه الأمة، ومنهجها مخالف لمنهج الرسول
صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، ومن كمال بيانه للناس، فالطريق واضح والحمد لله، اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى آخر القرون المفضلة، القرون الثلاثة أو الأربعة كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: سيأتي بعدهم قوم يحلفون ولا يستحلفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يظهر فيهم السنة. بعد القرون المفضلة تحصل هذه الأمور، ولكن من سار على منهج القرون المفضلة ولو كان في آخر يوم من الدنيا فإنه ينجو ويسلم من النار. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالله جل وعلا ضمن لمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، بهذا الشرط بإحسان يعني بإتقان، لا دعوة أو انتساب من غير تحقيق، إما عن جهل وإما عن هوى. ليس كل من انتسب إلى السلف يكون محقا، حتى يكون اتباعه بإحسان، هذا شرط شرطه الله عز وجل. والإحسان يعني الإتقان والإتمام، وهذا يتطلب من الأتباع أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوه ويتمسكوا به، أما أن ينتسبوا إليهم وهم لا يعرفون منهجهم ولا مذهبهم فهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع شيئا، وليسوا من السلف وليسوا سلفيا، لأنهم لم يتبعوا السلف بإحسان كما شرط الله جل وعلا. ولذلك أنتم ولله الحمد في هذه الجامعة وفي هذه البلاد وفي مساجد هذه البلاد الذي يدرس فيها هو منهج السلف الصالح، حتى نتبعهم بإحسان، لا بالدعوة والتسمي فقط. فكم ممن يدعي السلفية ويدعي أنه على منهج السلف وهو على خلاف ذلك، إما لجهله بمنهج السلف وإما لهواه، يعرف لكن يتبع هواه ولا يتبع منهج السلف، لا سيما وأن من سار على منهج السلف يحتاج إلى أمرين كما ذكرنا: الأمر الأول معرفة منهج السلف
والأمر الثاني تمسك به مهما كلفه ذلك، لأنه سيلقى من المخالفين سيلقى أذى، يلقى تعنتا، يلقى اتهامات، يلقى ما يلقى من الألقاب السيئة، لكن يصبر على ذلك لأنه مقتنع مما هو عليه، فلا تهزه الأعاصير ولا تغيره الفتن، فيصبر على ذلك إلى أن يلقى ربه، يتعلم منهج السلف أولا، يتبعه بإحسان، يصبر على ما يلقى من الناس. ولا يكفي هذا، لا بد أن ينشر مذهب السلف، لا بد أن يدعو إلى الله ويدعو إلى مذهب السلف ويبينه للناس، ينشره في الناس، هذا هو السلفي حقيقة. وأما من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف أو يعرفه ولا يتبعه، وإنما يتبع ما عليه الناس أو يتبع ما يوافق هواه، هذا ليس سلفيا، وإن تسمى بالسلفية. أو لا يصبر على الفتن ويجامل في دينه ويداهن في دينه، تنازل عن شيء من منهج السلف، فهذا ليس على منهج السلف. فليس العبرة بالدعوة، العبرة بالحقيقة. هذا يستدعي منا الاهتمام بمعرفة منهج السلف ودراسة منهج السلف في العقيدة، في الأخلاق، في العمل، في جميع مجالات منهج السلف، فهو المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته من المهاجرين والأنصار، وعليه من اقتدى بهم وسار على منهجهم إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، هؤلاء هم السلف، هم السلفيون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم يدل على أنه سيكون من يخالفهم ويكون من يخذلهم، ولكن لا يهمه ذلك، بل يأخذ طريقه إلى الله عز وجل ويصبر على ما أصابه، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض في صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا منهج السلف، هذا سمتهم، هذه صفتهم. والله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به
لعلكم تتقون. هذا صراطي نسبه إلى نفسه نسبة تشريف وتكريم له ولمن سار عليه. هذا صراطي مستقيما يعني معتدلا معتدلا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدل على أن هناك سبل ولم يحددها. سبل كثيرة سبل كثيرة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. هذه مناهج الفرق المخالفة لمنهج السلف. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وصاكم أولا قال اتبعوه ثم قال وصاكم تأكيد وصاكم به لعلكم تتقون تتقون الله سبحانه وتتقون الضلالات وتتقون الشبهات وتتقون وتتقون ما يعترض طريقكم فيها في سلوككم لهذا الصراط. دل على أنه سيعترضكم أشياء. وانظر كيف وحد سبيله وصراطه وعدد السبل. صراط الله واحد صراط الله واحد لا انقسام فيه ولا تعدد ولا اعوجاج ولا اختلاف. وأما السبل فهي كثيرة لا تعد كل يبتكر له سبيل طريق سير عليه كل يبتكر له منهجا يسير عليه هو وأتباعه فهي متعددة. سبل ولا تتبعوا السبل إذا اتبعتم السبل ماذا يحصل؟ تفرق بكم عن سبيل تخرجكم عن سبيل الله عز وجل تقعون في التيه والضلال والهلاك فلا نجاة ولا صلاح ولا فلاح إلا بلزوم الصراط المستقيم الذي هو صراط الله جل وعلا. وما عداه فهي سبل الشياطين على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فلنحذر هذا الأمر ولا نغتر بكثرة المخالفين ولا نعبأ بشبهاتهم وتعييرهم وتنقصهم لنا ما نلتفت لها بل نسير إلى الله على بصيرة. الله جل وعلا فرض علينا في كل ركعة من صلواتنا أن نقرأ سورة الفاتحة وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم الذي هو صراط الله جل وعلا أن هذا صراط مستقيم. اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين يسيرون عليه؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم رفقاؤك على هذا الصراط الذي تسير عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا تستوحش وأنت على هذا الصراط لأن صحبك ورفقاءك هم خيار الخلق. فلا تستوحش ولو كثرت الطرق كثرت الفرق وكثر المخالفون لا تلتفت إليه لأنك مقتنع مما أنت عليه وهو صراط الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا غير صراط المغضوب عليهم
ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، مثل اليهود عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به. والعلم إذا لم يعمل به صار حجة على صاحبه يوم القيامة. والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمر، لابد من العمل. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، ما الفائدة من شجر بلا ثمر؟ ولذلك غضب الله عليهم لأن عندهم علم ولم يعملوا به، فاستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى ونقته وسخطه عليهم. وإن كانوا يرون أنهم هم الناس وهم أهل التقدم والرقي والحضارة وإلى آخر ما يدعونه من الرقي فإنهم على ضلال، على غضب من الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليه. ولا الضالين أي غير طريق الضالين، وهم الذين يعملون يعبدون الله يجتهدون ويزهدون لكن على غير علم، على غير علم وهدى من الله سبحانه وتعالى، فعملهم هباء منثور لا يفيدهم شيء لأنهم ضالون عن الطريق، ضالون عن الصراط المستقيم، فعملهم تعب بلا فائدة. ومن هؤلاء النصارى، النصارى عندهم عبادة رهبانية وعندهم لكنهم على غير علم على غير هدى، فهم ضالون. وهم على ضلال على خطأ. والعبرة ليست بالجد والاجتهاد من غير إصابة للحق ومن غير طريق صحيح. الصوفية مثلا عندنا في الإسلام هم على طريق النصارى، هم يعبدون الله ويزهدون ويجتهدون ويعتزلون الناس لكنهم ما عندهم علم ولا يتعلمون، يزهدون في العلم، يقولون للناس اعملوا أما العلم يشغلكم عن العمل، المطلوب منكم العمل. يزهدون الناس في تعلم العلم ويزهدونهم في الجلوس إلى العلماء وأخذ العلم من العلماء، يقولون هؤلاء مقصرون وهؤلاء وهؤلاء أو أعاقوكم عن العلم عن العمل، أعاقوكم عن العمل. هذه ناحية عندهم. الناحية الثانية يقولون العلم ليس بالتعلم، العلم يأتيك تلقائيا، إذا اجتهدت في العبادة فتح الله عليك جاءك العلم بدون أنك تتعلم، هذا ضلال وعياذ بالله. نحذر من هذا، العلم بالتعلم، ما يمكن الحصول على العلم بدون التعلم على أهل العلم وأهل البصيرة، تلقي العلم عن العلماء. العلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، هذا في صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر هذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم أولا ثم استغفر واعمل بعد ذلك، فلا بد من العلم. العلم هو الدليل إلى الله سبحانه وتعالى. الله أنزل الكتاب وأرسل الرسول ليدلنا على الطريق الصحيح
الذي نسير عليه وهو العلم النافع والعمل الصالح. الله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فلا بد من جمع الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء بالعلم فقط دون عمل، ولا جاء بعمل دون العلم، قرينان متلازمان. لا بد أن يكون العمل مؤسسا على علم وعلى بصيرة، ولا بد للعالم أن يعمل بعلمه، وإلا العالم الذي لا يعمل بعلمه والعامل الذي لا يسير على علم كل منهما هالك، إلا من عنده علم نافع وعمل صالح، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السلفية الصحيحة، وهذه سمات السلف الصالح: العلم النافع والعمل الصالح. هذه سمات السلف الصالح، والسلف يعني الذين مضوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إخواننا الذين سبقونا بأي شيء؟ بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا وبغضا للذين آمنوا. فالذي يبغض السابقين من الصحابة والأنصار، من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والقرون المفضلة، الذي يبغضهم هذا قد سخط الله عليه وغضب عليه وعمله هباء منثور، لأنه لم يؤسس على هدى. والعمل إنما يقبل بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه هذا هو الإخلاص، البراءة من الشرك وأهله، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، تاركا للبدع والمحدثات، وإنما يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو منهج السلف، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة. لا تقل: منين أخذ منهج السلف؟ أنا ما أعرف منهج السلف، منين أخذ؟ يا أخي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هو الذي يعرفك منهج السلف. وأيضا ما تأخذ من الكتاب والسنة إلا بواسطة العلماء الراسخين في العلم، لا بد من هذا. فالذي يريد أن يسير على منهج السلف لا بد أن يلتزم بهذه الضوابط الشرعية، وإلا كثير اليوم من يدعون أنهم على منهج السلف وهم على ضلال وعلى أخطاء كبيرة، وينسبونها لمنهج السلف. فلذلك صار الكفار والمنافقون والذين في قلوبهم مرض يسبون السلفيين، وكل جريمة وكل تخريب وكل بلاء يقول: هؤلاء هم السلفيون. هذا السلفية بريئة منه، كل البراءة
والسلف براء منه وليس هو على منهج السلف، إنما هو على منهج الضلال، وإن تسمى بمنهج السلف. فيجب أن نفرق بين التسمي والحقيقة، تسمي والحقيقة، لأن في من يتسمى من غير حقيقة فهذا ليس سلفيا، والسلف براء منه. منهج السلف علم نافع وعمل صالح وأخوة في دين الله وتعاون على البر والتقوى، هذا منهج السلف الصالح الذي من تمسك به نجا من الفتن والشرور وحاز على رضا الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كل يريد الجنات التي تجري تحتها الأنهار، كل لا يريد النار ولا يريد العذاب، لكن الكلام على اتخاذ الأسباب التي توصل إلى الجنة وتنجي من النار. ما فيها أسباب إلا التزام منهج السلف الصالح. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ هو الكتاب والسنة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة. والكتاب والسنة ولله الحمد موجودة لدينا، محفوظة بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظة بإذن الله. من أرادها بصدق وتعلم تعلما صحيحا وجد هذا. وأما من يدعي من غير حقيقة أو يقلد من يدعي السلفية وليس على منهج السلف، فهذا لا يجري عليه شيء بل يضره. والمشكلة أن هذا ينسب إلى السلف، ينسب إلى السلفيين، وهذا كذب وافتراء على السلف، كذب وافتراء على السلفية، هذا تمويه على الناس سواء تعمد هذا أو لم يتعمد، إما صاحب هوى وإما جاهل. جاهل. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. لا بد من يدعي وينتسب إلى السلف أن يحقق هذا التسمي والانتساب بأن يتمثل منهج السلف في الاعتقاد وفي القول والعمل والتعامل، حتى يكون سلفيا حقا ويكون قدوة صالحة يمثل مذهب السلف الصالح. فمن أراد هذا المنهج فعليه أن يعرفه، أن يتعلمه، أن يعمل به في نفسه أولا، أن يدعو إليه، أن يبينه للناس. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو طريق الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصبر على ذلك وثبت على ذلك ولم ينجرف مع الفتن ولا مع الدعايات المضللة ولم تهزه الأعاصير، بل يثبت على ما هو عليه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.